السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع مصطفى وأسامة. طبعا اليوم عندنا مواضيع مهمة ومختلفة سنتناقش فيها أنا وأسامة بإذن الله. حيكون تركيزنا الأكبر من خلال نقاشنا على تقييمكم لردود الفعل الرسمية اللي تلت إحاطة غسان سلامة على الوضع في ليبيا أمام مجلس الأمن أول أمس، وأيضا هل ستشاركون في المظاهرات التي دعا لها ناشطون مدنيون غدا الجمعة للمطالبة برحيل غسان سلامة، وأيضا دورة للتنديد بدورة المشبوه في الساحة أو في القضية الليبية. أسامة مرحبتين بك، مساك الله بالخير. أهلا بك أخوي مصطفى، مرحبا بالمشاهدين الكرام. أسامة، نبغى نشوف اليوم ردود الأفعال الرسمية، هل أرضت الليبيين أم لا؟ أنا أظن حسب ما رصدته من صفحات التواصل الاجتماعي إن الليبيين أجمعوا على عدم الرضا على غسان سلامة. أما ردود الأفعال فتفاوتت، يعني وإن كانت أغلبها كان إيجابي. أنت تعرف أظن هي المرة الأولى اللي يحدث هذا الكم من البيانات والإدانات والاستنكارات لإحاطة غسان سلامة. أسامة، في نشطاء مدنيين دعوا لمظاهرات غدا الجمعة في ميدان الشهداء للتنديد بدور غسان سلامة وللتعبير عن رفضهم لمحتوى الإحاطة الأخيرة اللي قدمها لمجلس الأمن اللي سوى فيها بين المعتدي والمعتدى عليه واللي ما نددش فيها بجرائم ميليشيات الكرامة، وأيضا للمطالبة برحيلة عن الساحة الليبية. هالطلبات هذه يعني هل تراها فعلا أن هي لما ترفع ويكون في متظاهرين بعدد أكبر هل ستؤثر فعلا عليه الواقع السياسي في ليبيا ولا لا؟ يعني هو ما نبيكش تخش في تحليل سياسي لأنك دائما تتجنب تقول لي أنا مش محلل سياسي، لكن على الأقل يعني فكرتك أنت أو بحسب خبرتك في المشهد الليبي، درايتك يعني بالمواطنين الليبيين وكذا. والله المواطنين الليبيين أظن أن المظاهرات ستكون حاشدة طبعا يعني، لكن هل ستكون مؤثرة أو غير مؤثرة هذا ما نعرف. أنا أظن شوف مصطفى، المظاهرات مهمة جدا وتبعث رسائل مهمة جدا، لكن لابد أن يترافق مع هذه المظاهرات عمل من الخارجية ومن الإعلام الخارجي. ومن أنا كنت أتمنى مثلا أن الإعلام الخارجي سعى لاستضافة بعض الإعلامي القنوات أو المؤسسات الغربية اللي ممكن تصنع رأي عام في الغرب. الرأي العام غادي ممكن يكون ضاغط على تلك الحكومات، لكن ظهور خروج المظاهرات الكثيفة في الواقع، وإحنا شفنا المظاهرات في ميدان الشهداء كان يمتلئ يعني أكثر من مرة في الأسابيع الماضية، لكن للأسف لما هذا لا يترافق مع شغل جيد من الخارجية أو من الإعلام الخارجي فللأسف أحيانا يكون فيه نوع من إهدار الطاقات والجهود، ونتمنى في الواقع أن هذا لا يحدث يعني. طيب أسامة، طبعا نزف بشرى للشعب الليبي ولكل الأمة الإسلامية بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله كل عام والجميع بخير، وإن شاء الله ربي يتقبل حج من ذهبوا إلى بيت الله الحرام ويتقبل طاعتهم وعباداتهم. طبعا عندنا الخبر الأول أو أول حاجة نفتح بها هذه الحلقة هو إعلان دار الإفتاء عن دخول شهر ذي الحجة. خلينا نشوف المادة الأولى. تعلن دار الإفتاء الليبية أن يوم غد الجمعة الموافق للثاني من أغسطس هو الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1440 هجري، عليه يكون السبت الموافق العاشر من أغسطس هو يوم الوقوف بعرفة. نسأل الله أن يبارك لنا ولجميع المسلمين في هذا الشهر الكريم، أن يجعله شهر خير وبركة وأمن وسلام، كما تذكر الدار جميع المواطنين بفضيلة هذه الأيام المباركة أيام العشر من ذي الحجة وفضل العمل الصالح فيها من صيام وصدقة وذكر لله، وفق الله الجميع لكل خير وتقبل منهم صالح الأعمال. اللهم أمين. وأكرر مرة أخرى كل العام والجميع بألف خير. أسأل الله أن يتقبل طاعات الجميع مصطفى، وزي ما حضرتك تعرف والمشاهدين الكرام يعرفوا حتما إن عشر ذي الحجة هذه هي من أفضل أيام العام،
الله عز وجل يقول والفجر وليال عشر، والليالي العشر اللي في سورة الفجر هذه على رأي كثير من المفسرين أنها هي عشر ذي الحجة، وهي قطعا هي المقصودة في قول الله عز وجل ويذكر اسم الله في أيام معدودات، في أيام معدودات معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام. والأيام هذه فيها فضائل كثيرة جدا وردت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المشهور بتاع البخاري ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، قال ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله. أنا عش حسيتها انقلبت مع دار الإفتاء، تعرف المفروض استراب يطلع الشيخ أسامة الرياني هيك ومتاع التغطية الخاصة اللي فوق هذيك تنحى تطلع مع دار الإفتاء. المهم اللي بنقوله إنها أنا قبل ما نبيش نقول لك إنك أنت اللي بديت شيخ توا مرة تقول لي فه يعني نفرح بها، أنا شنت أحسن خايف منها، بالعكس كلمة حلوة يعني. عموما هذه أيام فاضلة، المفروض المسلمين يذكر الله عز وجل في هذه الأيام ويتعبد إلى الله في هذه الأيام ويكثر من الطاعات ويكثر من الدعاء لعل الله عز وجل يفرج كربة بلادنا يعني. طبعا نحب ننوه للسادة المشاهدين على شيء تكرر معنا حوالي 7 مرات متتالية منذ بداية الحرب على العاصمة، وهي إقفال صفحة القناة أكثر من مرة بسبب كثرة البلاغات والدعاية المضادة اللي يقودها الجيش الإلكتروني التابع لميليشيات حفتر. يمكنكم متابعة البث المباشر لحلقة البرنامج ولكل برامج القناة على صفحة اسمها في الفيسبوك التناصح، هيك مكتوبة كلمة التناصح فقط، مش قناة التناصح الفضائية وكذا، مكتوبة كلمة التناصح فقط، فيها حوالي مش مكتوبة كلمة فقط صح؟ لا مش مكتوبة، مكتوبة التناصح، مكتوبة التناصح هيك بروحها التناصح، قولها ما تقولش معها كلمة تانية، تقول تناصح بروحها ولا تناصح فقط. أيوة يا سلام عليك. والصفحة هذه فيها حوالي 5000 أو بالتحديد 6924 إعجاب. طبعا نحب ننوه أن في صفحة أخرى تحمل اسم قناة التناصح الفضائية وتدير في إعلانات ممولة، هذه الصفحة مزورة ولا علاقة لها بالقناة. نمشوا للمادة الثانية اللي عندنا بعد المادة الأولى. هذا طبعا يصور حالة الهلع اللي عانوها سكان الهضبة البدري بعد تعرض المنطقة لقذائف عشوائية، لدرجة أن العائلات خرجوا من منازلهم وانتشروا في الأماكن المفتوحة خوفا من أن منازلهم تدمر فوق رؤوسهم. هو للأسف مصطفى فكرة القصف على الجهات المدنية تكرر كثيرا في الآونة الأخيرة، احنا عندنا قصف حتى على مدينة غريان، أظن عندنا الصور نتاعها كان في أمس قصف على غريان، وكان قصف على مجرد سيارات مدنية بيوت لمدنيين يعني، اليوم القصف في الهضبة وفي غيرها من الأماكن، أمس أيضا كان في قذائف عشوائية. احنا تعلمنا طوال أشهر الحرب هذه يا مصطفى أن كل ما يكون في هزيمة لميليشيات حفتر يبدأ القصف العشوائي ويبدأ يعني قذائف الهاون أو الجراد أو غيره. اليوم كانت ميليشيات حفتر واجهت قوة نارية بالمدفعية عالية جدا، مضطرها إلى التراجع وترك كثير من تمركزاتها، يبدو أن هذا اللي دفعها لاستخدام هذه القذائف كمحاولة منها للتشويش أو للانتقام يعني. فنسأل الله السلامة للجميع. طبعا هذا منظر يفترض أنه هو يكون مخزي وسط الدعوات للشيخ العلامة غسان سلامة اللي يطلب هدنة إنسانية بسبب حلول عيد الأضحى المبارك، إن على الأقل المقاتلين يقدروا يروحوا ويعيدوا مع أهليهم، بالتالي بعد العيد يردوا يخبطوا بعضهم. فالمفروض المفروض المفروض طالما أن في دعوات لوقف إطلاق النار فنبي نعرف شن الغرض من إطلاق قذائف عشوائية على مساكن المدنيين. جميل مصطفى، والكلام طبعا حضرتك وجهته لغسان سلامة، لكن خلينا نوجه الكلام لعامة أحبتنا وأهلنا وإخوتنا شراء الليبيين اللي معانا في ليبيا واللي معانا في هالوطن الحبيب هذا اللي قاعدين يناصروا في خليفة حفتر. هل تروا أن قصف المدنيين بهذه الصورة وقصف البيوت وأمس قذيفة طاحت في مدرسة، هل تشوفوا أن هذا أمر عادي جدا مثلا، والمفروض أن فعلا المدنيين يقصفوا وأن البيوت تدمر وأن المدارس تقصف زي ما قال بالعيد الشيخ اللي تذكر أيام قنفودة يا مصطفى، قال هذا أبو إطلاقنا الليبي، أي قال هذا دواعش وأبنائهم دواعش ونسائهم دواعش واللي عمره فوق 14 ما يطلعش حي.
يعني فهل انتم هيك تشوفوا فينا احنا مثلا في طرابلس تشوفوا ان الناس اي حد موجود في طرابلس المفروض انه يقتل حتى غير المحارب، حتى الناس الامنه اللي قاعده في بيوتها زي ما صار للناس اللي في الهضبه او زي ما صار للناس اللي كانوا في المدرسه مثلا؟ بصراحه هذا تفكير مش سليم، واظن كلكم ما تفكروش هيك. اظن اكثر انصار خليفه حفتر هم يتفقوا معي انا ومصطفى ومع عامه الليبيين ان هذا عمل اجرامي وهذا عمل مش كويس. فنتمنى ان تعيدوا التفكير في الجهه اللي انتم تناصروا فيها، نتمنى انكم تفكروا بجديه هل هذه التصرفات هي تصرفات الجيش اللي انتم تتمنوا ان يحرر ليبيا او يحمي ليبيا او غير هذا. في نقطه ثانيه مهمه جدا، ان احنا لو درنا نفس المعامله هذه، خلينا مع الاسرى اللي عندنا بس، لو ان شباب الزاويه يوم شدوا 120 شخص واتضح بعدتالي ان مواليدهم من 2000 الى 2003 راهوا قتلوهم، بالله قداش خيمه عزيحه حتكون موزعه في المنطقه الشرقيه. امس تكلمنا على التاشيرات اللي صدرت لقتلى لعائلات قتلى ميليشيات حفتر على اسوار العاصمه، اللي قلنا ان المسماري قال راهو 1750 تاشيره، وطلعنا حسبه على 120 يوم انه بمعدل 15 قتيل في اليوم. وقال المسماري اللي ما حصلوش السنه هذه حناخذوه يعني العدد جاية. اكثر من يعني 1750 أكثر. نعم يعني اكثر من 1750 قتيل في هذه الحرب. بالمناسبه منظمه تضامن لحقوق الانسان عندها إحصائية. هذا اللي قبل بنحكي عليها. لا تفضل قول. فيها حاجه غريبه جدا يا اسامه، او مؤثره او مؤلمه جدا جدا، ان عدد الوفيات في شهر مارس بالمناسبه نشرت 7 بدري، كان معي سيد خالد العقيلي رئيس المنظمه وتحدثنا بلغه الارقام. ففي شهر مارس، وهذا راهو الكلام اللي وثقته منظمة التضامن، هذا راهو غير معلن من الطرفين، يعني هي وثقت ما ذكرته منظمة الصحة العالمية اللي وصل علمه لمنظمة الصحة العالمية، خذتها دارتها في شكل إحصائيات منظمة التضامن. فمن ضمن النقاط المفزعة أن القتلى الأعمال العدائية أو المواجهات المسلحة في شهر مارس يعني في مختلف مناطق ليبيا كان 55 قتيل، ارتفع الى 301 شهر مارس اللي هو قبل بدايه الغزو على طرابلس. قبل الحرب شهر مارس بالكامل 55 قتيل، كويس، ارتفع الى 381 قتيل في شهر ابريل فقط، يعني بمعدل حوالي 400% او 600%، يعني رقم رهيب جدا جدا. يعني تخيل انت تتحدث عليه 400 او ما يقارب ال 400 بالتحديد 380، وكانوا 50 يعني، وكانوا 55. فالارتفاع في عدد الضحايا هذا شن سببه؟ سببه باش حفتر يحكم ليبيا وباش ولده يشارك بزوز خيول سعرهم 19 مليون دينار ليبي، وفي الأخير بكل يطلع خسر. هو مصطفى فعلا هو هذا. أنا أتمنى أيضا من أحبتنا وإخوتنا اللي قاعدين يناصروا في ميليشيات خليفة حفتر أن يعيدوا التفكير، لماذا حفتر هاجم العاصمة؟ مش كانت ليبيا متجهة لمؤتمر جامع ولتتويج للحوار السياسي اللي طال طويلا جدا، واللي كان المفروض حفتر جزء من هذا المؤتمر الجامع، واللي كان المفروض يضع حل سياسي للأزمة الليبية؟ فلماذا حفتر قرر مهاجمة العاصمة قبل مؤتمر الجامع بأسبوع تقريبا؟ بصراحة اليوم لما يطلع المسماري يقول والله احنا نحاربه من اجل ان نجيبوا الديمقراطية او من اجل ان نديروا مؤتمر جامع، هذا مضحك جدا، لان المؤتمر الجامع كان ماشي. لكن قرر حفتر ان يشن حرب على العاصمة، حرب خاسرة بالمناسبة، وافسد هذا المؤتمر الجامع وافسد الجهود السياسية واسقط هذا العدد الضخم جدا من الضحايا. حضرتك قلت 400 تقريبا، في حدود 400 يعني قتيل في شهر واحد من اجل لا شيء. لا حول ولا قوه الا بالله، والله هذا يدمي القلب. وبعد تالي يجيك غسان سلامه ويقول لك على الطرفين وقف الاعمال العدائيه وعدم استهداف المدنيين وضمان سلامه العاملين في القطاع الصحي. والانكى من هيك ان الى حد الان لم يفكر اي مسؤول ليبي في مراسلة سكرتير عام الأمم المتحدة للمطالبة بتغيير غسان سلامة. فكونا منها دسكت أن راه مازال شهر خليه يتم زي ما يتم ويعدي. وإذا كان في ليبي حر وفعلا يرى في السيادة الوطنية في ليبيا أن هي في خطر، فيطلع غضوة يقول رأيه في ميدان الشهداء، والله في أي ميدان قدامه، يعني راه ليبيا ما هيش مرهونة في ميدان الشهداء فقط، يعني والله أصبحنا أضحوكة العالم، أقسم بالله أصبحنا أضحوكة، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. لغايب علينا مصري، لغايب علينا إماراتي، لغايب علينا فرنسي، لغايب علينا سعودي،
لا غايب علينا حتى هذا المدعو غسان سلامة الخليط اللبناني الفرنسي هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما عندناش تريس في ليبيا مثلا. لا كيف ما عندناش تريس في ليبيا مصطفى؟ والجبهات مالها شكون قايمها؟ باهي يعطونا موقف ضد غسان سلامة على الأقل، يقولوا له ارحل. خلينا نقولوا إن ليبيا، هل الكلمة هذه صعبة؟ خلينا نقولوا إن ليبيا مليئة بالرجال، ليبيا ولادة، ليبيا فيها أبطال قالوا إننا يا ليبيا لن نقتلك، ليبيا فيها أبطال قالوا لن نعود للقيود، ليبيا فيها أبطال تصدوا لهجوم حفتر على العاصمة منذ قرابة 4 أشهر الآن، وجرعوه مرائر الهزيمة، وكف غريان قاعد يوزوز قاعد يوزوز، وإن شاء الله قريبا في كف تاني، لكن ما نبوش نقوله عليه وين، حتى لا نبوش نقول فتر هنا، لكن لا مش فتر هنا صدقني. خليني نقول لك إن حفتر اللي جاء بقوات أدخلها لغريان ومنها نزل إلى العاصمة، قواتها اليوم تحاول أن تجهز عتادها في داخل درهونة لكي لا يعني تنتقل الحرب إلى داخل المدينة. قوات الوفاق على تخوم درهونة، أسأل الله السلامة لكل أحبتنا وأخوتنا في درهونة، وأمر الله أسأل الله أن يجنبهم ويلات الحرب وأن تنتهي هذه القضية قبل قيام يعني أي نوع من الحرب داخل المدينة. فنقول لك مصطفى إن الرجال اللي تحكي عليهم هم الذين صنعوا هذه البطولات، الرجال اللي تحكي عليهم هم المتمترسون في الخنادق بالبنادق، لكن مش أصحاب الكروش الجالسين على العروش. أبطال ليبيا يا مصطفى ستراهم لو وقفت هنا قريبا في عين زارة، ولا في طريق المطار، ولا في أي مكان من أماكن اللي ما زالت فيها محاور حتى الآن، سترى أبطالا يسطرون أمجادا لهذه البلاد يا مصطفى. أنا يا أسامة بنركز على نقطة مهمة، أن غسان سلامة لو انتظروه المسؤولين الليبيين حتى ينهي مدة الخدمة متاعة، أنا نقول لك في الفترة الحساسة هذه اللي تشهد زي ما قال هو حالة اصطفاف دولي تجاه الملف الليبي، يعني واحد مع الحرب على طرابلس وواحد ضد، صدقوني مستحيل الدول هذه تفتح موضوع إرسال مبعوث أممي آخر، وحتشوفوا تجديد لمهمة غسان سلامة وحتلقوه مستمر. فالآن الأولى هو المطالبة برحيل غسان سلامة، ولو أفلحوا المسؤولين الرسميين في البلاد في إزاحة غسان سلامة عن المشهد الليبي، أي مبعوث آخر حيأتي إلى ليبيا حيحاول إرضاء هؤلاء المسؤولين. وهذا الكلام لشخصيتين موجودات على الساحة مهمتين جدا، السيد رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج والسيد وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة. أي مبعوث أممي آخر حيجي والله العظيم مستعد يبوس لك حتى كندرتك غير ترضى عليه لو أفلحت الآن في طرد غسان سلامة من المشهد الليبي، والأمر ليس بتلك الصعوبة. نمشوا للمادة اللي بعدها. هذا طبعا يا أسامة القصف اللي تعرضت له مدينة غريان بالأمس، هذه مجموعة سيارات مدنية ما فيهاش أي هدف عسكري، مساكن واضح، منازل لمدنيين قصفت، وهذا تكرر كثيرا يا مصطفى. تعرف هي لو وهذه السيارة يبدو أنها حتى كيف واصلة، يعني صاحبها ما زال ما تنعمش بها. رد للصورة شوية بس معلش. أيوة هي هذه مكتوب عليها تارجت الاستيراد يعني قاعدة. يعني أسأل الله أن يعوض هؤلاء الناس خيرا. لكن خلينا نقول يا مصطفى أن هذه الأحداث تكررت كثيرا، تكررت في طرابلس، تكررت في غريان، في طرابلس مرارا وتكرارا، مش مرة ولا اثنين، قصف المدنيون وقتل المدنيون. وللأسف ما زال بعض أحبتنا وبعض أخوتنا وبعض أصدقائنا يروا أن اللي يديروا فيه ميليشيات خليفة حفتر صح. يا ريت الأحبة هؤلاء يعادوا التفكير، يعيدوا النظر، يفكروا من جديد، لعل يتضح لهم أن قصف المدنيين بهذه الصورة تصرفات غير صحيحة. الحاجة الثانية يعني خلينا نقوله أن المنازل هذه أو السيارات هذه تستخدم في أغراض عسكرية، وانت عارف ان هم متمترسين في داخل مكان مكتظ بالسكان والله مكان فيه مدنيين، وانت اسلحتك ماهيش دقيقه لان لا الامارات ولا السعوديه ولا فرنسا يعطوا فيك في طيران مسير دقيق، يعني زي نحن عملاء قطر وتركيا، احنا عندنا اسلحه متطوره انت ما عندكش، فليش تضرب
في استنى ايش رايك تقول انك انت تمزح ولا انت ما تمزحش تو؟ لا خليني الكلام واضح يا اسامه للناس بالكامل يعني وما يستحقش اني نقول نمزح والله ندوي جديه. والله الصوره واضحه اعلامي قدام الكاميرا مرات لازم تكون لا لا لا, لا الصوره واضحه الصوره واضحه. وين وقفت انا؟ ايه عند نقطه ان احنا بالضبط وان احنا عندنا طير. فانت ليش تقصف في اهداف تحتاج الى اسلحه دقيقه باسلحه عشوائيه وتسبب في خسائر زي الهاون اللي طاح فوق حوش الشيباني اللي مبدري في الهضبه البدري؟ صحيح شفنا شفنا النتيجه يا اخي. والله العظيم لو في حد عنده نخوه لا حول ولا قوه الا بالله يعني خلاص حتى شهامه ورجوله ما عادش فيه. انت ترضى ترضى على نفسك ان عائلتك تطلع من الحوش خايفه ومنظرها مش عارف كيف لا حول ولا قوه الا بالله قدام الناس هيك في الشارع وجوك مليح عادي؟ هو انا اظن انهم لا يرضون. اكثر احبتنا واخوتنا اللي هم ما زالوا مصطفين مع خليفه حفتر هم اكيد بينهم وبين نفسهم لا يرضوا بهذه الاعمال يعني. فقط لو يعيدوا التفكير بهدوء هيك وبرويه ويزيدوا يحسبوها صح حيكتشفوا الصواب وين. لكن خلينا نقول لك يا مصطفى فكرة ان السلاح دقيق ولا مش دقيق، انا احد الاصدقاء من غريان حكى لي على قصف غريان مثلا والهضبة ايضا، ان هذا القصف بتاع غريان تحديدا ما فيش بحداه معسكر ولا ما فيش بحداه اهداف عسكرية ممكن تكون مقصودة. قلت لك افرض مثلا يعني. يعني نقول لك ان القصف كان عشوائي جدا عرفت، وهذا مش مفهوم في الواقع. ليش تقصف بيوت لمدنيين او سيارات لمدنيين الا اذا كانت الفكرة فكرة انتقام مثلا؟ عفوا لا حول ولا قوة إلا بالله. أعطيني المادة اللي بعدها. صحيفة المكاشفة تقول يحدث اليوم 13 شخصا وامرأة تم القبض عليهم من قبل قوة النواصي الخلية أغلبها من سكان المنطقة وبحوزتهم قوائم للتصفية والقتل تستهدف ضباط داخل طرابلس ونشطاء وأعيان من العاصمة. قبل أن نعلق على هذا الموضوع تحية كبيرة جدا جدا لقوة النواصي الخاصة اللي قاعدة في أكثر من موقف تقريبا هذا الرابع على التوالي منذ بداية الحرب توجه صفعات قوية جدا جدا استخباراتية أمنية للدامبيات اللي قاعدين في طرابلس. بالمناسبة شغل النواصي زي ما تفضلت حضرتك شغل كبير جدا شغل مهم جدا، لأن أنت تعرف أن الخلايا النائمة هذه هي يعني خنجر في خاصرة المقاتلين وفي خاصرة الجبهة. وإن كان بصراحة أنا قرأت الخبر هذا على أكثر من صفحة اليوم وما عنديش عليه تفاصيل دقيقة، لكن مثلا متأكد من قصة أن ألقي القبض على ضابطين كانوا من يتعاملوا مع خليفة حفتر، أو بناء زي ما قالت صحيفة المكاشفة بناء على الوثائق اللي وجدت في غريان في الغرفة متاع غريان، وهؤلاء الضابطين ألقي عليهم القبض يعني من يومين أو ثلاثة تقريبا مش فترة بعيدة، وغيرهم ألقي القبض على مدني أيضا من خلال هذه الوثائق. فشو ركز يا مصطفى إن الوثائق هذه تحصل عليها شباب في شهر 6، يعني الجيش اللي بيأخذ الوثائق هذه في 26/6، والقبض قاعد مستمر إلى بداية 8. هذا شغل استخباراتي عالي جدا يا مصطفى. الفكرة مش مجرد إن أي اسم موجود نمشي نقبض عليه وخلاص، أنا أظن كانت في عمليات مراقبة، كانت في عمليات تتبع، كان التصرف يعني استخباراتي وذكي جدا، ما كانش مجرد هيك تجميع الناس وخلاص. فتحية زي ما تفضلت حضرتك فعلا أنا هذا ليش حييت القوة، لأن الشغل هذا شغل تنظيمي شغل دولة راو يحتاج حتى لإمكانيات ربما قد لا تتوفر لدى قوة النواصي. النواصي تتبع الدولة، النواصي تشتغل من خلال الدولة ومن خلال أنظمة الدولة. لا لما نقول لك دولة، لما نقول لك دولة نحكي لك على وضع مستقر، ما نحكي لكش على وضع زي توا العاصمة قلب العاصمة بينه وبينه. شاهدوا بجمعتهم القوائم كانت طلعت عليهم فيهم الاسم ورقم التليفون ومش عارف رقم البطاقة الشخصية والعنوان، يعني تفاصيل. هل أعلنوا عن هذه القوائم؟ ما أعلنوش. راو انك انت تلقى اسم في ورقه وتمشي تبحث عليه وتعرف مكانه بدون ما يكون عندك الامكانيات اللازمه، هذا يحتاج منك الى وقت. من ايش نعرفك ان الاسم هذا اصلا موجود في طرابلس؟ فبصراحه تحيه كبيره جدا جدا لقوه النواصي الخاصه عليه هالمجهودات الامنيه والاستخباراتيه اللي قاعدين يقوموا بها، وهذا لنا تقريبا 4 كفوف بالاضافه لكف غريان اللي خيره قاعد يوزوز ان شاء الله في واحد ثاني جديد باذن الله ومش ترون نرى. نمشوا للماده اللي بعدها.
خالد محمد المغرب يقول نقلا عن قناة الميادين التي تنقل عن الأناضول، المكتوم دعا إلى التخلي مباشرة عن دعم الجهات التي لا مصلحة للإمارات فيها مثل ليبيا والسودان. بداية أخي مصطفى، الأستاذ خالد المغربي الشاعر المعروف، الأستاذ خالد زي ما هو واضح جدا ومعروف ومشهور هو من أنصار النظام السابق ومن أنصار القذافي، وهو يعلن هذا، وهو أيضا من أنصار ميليشيات خليفة حفتر ومن أنصار ما يعرف بعملية الكرامة، ودائما يكتب في هذا الاتجاه. لكن هذه التدوينة في الواقع لو كتبها مصطفى راه يقولوا هذا أكيد كذب وهذا تزوير وهذا ما فيش منه، لكن لما يكتبها الأستاذ خالد المغربي اللي هو دائما ضيف في قناة الحدث مثلا، هو دائما صفحة مليئة بالدفاع عن عملية الكرامة وبمباركة الهجوم على طرابلس وبمدح القذافي يعني ليلا ونهارا، فبصراحة الكلام هذا من الأستاذ خالد غالبا لا يدع مجالا للشك في صحته، عرفت؟ لأن لو كتب أسامة ولا مصطفى كان يقولوا لا هذا نوع من التزوير. وبالمناسبة احنا أظن عندنا حتى الموضوع نفسه من صفحة الأناضول نفسها، أن آل مكتوم الأناضول تقول نشرت اليوم تقول أن في اجتماع في الإمارات، وهذا هي من مصادر من داخل الإمارات لم تفصح عن اسمها، تقول إن آل مكتوم قال لهم. طيب أسامة طالما هو موجود معنا خلينا نمشوا نشوفه باش نتحدث عليه في مرة واحدة، يعني ما نضطروش أن نحكوا عليه مرتين. تمام خلاص. الأناضول تكشف خفايا مؤشرات تغير السياسة الخارجية للإمارات. طبعا هو هذا هو الخبر. في تفاصيل الخبر يقول أن آل مكتوم قال لا احنا ما نقعدوش نصرفوا على ليبيا والسودان تحديدا، ذكر ليبيا والسودان وهي في الواقع لا تعني شيء للإمارات، فهو اعترض على التمويل الكبير اللي يتجه لليبيا ويتجه للسودان، ورأى أن هذا يرهق الميزانية الدولة وأن هو إسراف زي ما نقوله، وهذا بصراحة فيه مؤشرات كثيرة، فيه مؤشر للتدخل الواضح جدا من الإمارات في ليبيا اللي ما عادش محتاج لدلائل أيضا. لكن في إشارة مهمة ثانية مصطفى، هو يطرح سؤال هل ممكن أن الإمارات تتخلى عن دعم خليفة حفتر في هذا الوقت يعني؟ ولو تخلت الإمارات عن دعم خليفة حفتر، هل حفتر عندها مصادر تمويل؟ فلوس البنك المركزي مثلا بتاع اللي اخداهم ولده مازال ممكن يصرف منهم، تصدير الخردة اللي أيضا في كلمة مهمة قالها أو ذكرت في المقال، أن المكتوم طبعا اللي هو محمد بن راشد اللي هو حاكم إمارة دبي ورئيس الوزراء أيضا، قال في خلال النص لو تعرض لي المادة من جديد بس أيوه، ما قبل الأخير، وأوضح المصدر أن آل مكتوم قال في الاجتماع علينا إعادة النظر بشكل كلي في سياساتنا الخارجية، ننفق يوميا مئات الملايين من الدولارات فماذا نجني مقابل ذلك، جنيت هزيمة نكراء في مدينة غريان يا محمد بن راشد آل مكتوم، علينا أن نتخلى مباشرة عن سياسة التدخل في شؤون الدول فهذه سياسة تكلفنا كثيرا دون أي مقابل. طبعا هذا تلخيص للحالة اللي قاعدة صايرة في طرابلس. الترجمة الليبية لهذا الكلام، احنا صرفنا هلبة عليه خليفة حفتر، وخليفة حفتر دكتوراه هزائم وأسر، فسبحان الله يعني هو الكلام هذا مصطفى يتوافق مع ما ذكرته وول ستريت جورنال، إن يعني داعمي حفتر أو داعمو حفتر في السعودية والإمارات منزعجون من الهزائم ويتململون من عدم تحقيق أي نتائج. شوف اللي بعدها، ولفت آل مكتوم إلى ضرورة الامتناع عن إنفاق أموال ضخمة لصالح مناطق لمصلحة للإمارات فيها، مبينا أن تعثر النظام في ليبيا أو السودان لن يضر أو ينفع الإمارات في شيء. الترجمة بالليبي أيضا، أن احنا استمرارنا في دعم حميدتي في السودان وإن كان لا علاقة لنا بموضوع السودان وما نبيش نتطرق لواجد، ولا خليفة حفتر في ليبيا راح يجيب لنا نتيجة، لأن احنا حنخسروا فلوس، حفتر ماهوش قدها باش ياخذ ليبيا، ولا حميدتي سيبوه السودين وردوا لحشانهم ورضوا بمشاركته في الحكم عن طريق المبادرة اللي دراها.
فخلينا في الموضوع الليبي يكون أفضل. اللي لخص محمد بن راشد آل مكتوم في هالكلام هذا كلمتين بسيطات جدا: حفتر صرفنا عليه فلوس بلا نتيجة، وقفوا عليه الفلوس. نعم، أنا أظن أن هذا هو المقصود، أو هذه هي الفكرة. لكن خليني أقول لك، أنا عجبني جدا أنك وجهت الحديث لمحمد بن راشد آل مكتوم مباشرة. أنا توقعتك أنك تخاطب في المسمار وحفتر باسمي خلال شاشتنا الموقرة، فأعجبني أنك حتى آل مكتوم قلت له مش عارف كليت كف في غريان ولا حاجة زي هيك. فأنت تظن أنه هو أيضا يتابع في برنامجنا؟ أصلا كان ما يتابعش فيه ما كانش نزل مقالة زي هذه، لأن أشار إلى أن قوات خليفة حفتر في ليبيا التي تدعمها الإمارات لم تحقق أي تقدم في محاولتها السيطرة على طرابلس، مضيفا: منذ أعوام ونحن ندعم حفتر دون جدوى، علينا البحث عن بدائل سياسية وليست عسكرية. وهذا الكلام اعتراف بالهزيمة باختصار. صحيح، وإن كان خلينا مصطفى باش نكون واقعيين وأكثر دقة، إن أولاً هذا راه مش إعلان منه هو رسمي في جهة رسمية، هذا نقلته عنه الأناضول عبر جهة لم تسمها، لكن أنا أكاد أجزم إن هذا هو الرأي. يعني قلت لك هذا يأتي يعني في سياق ما تحدث عنه. على فكرة الأناضول هي وكالة الأنباء الرسمية التركية. نعم، وهي من وكالات الأنباء بالمناسبة ذات المصداقية العالية في العالم، يعني مراقبة حتى من وكالات أخرى، يعني نعم مستحيل يقدروا يزرقوا خبرك بالكذب. ونقول لك أن خالد المغربي، الأستاذ خالد المغربي، الشاعر والكاتب المعروف والداعم لميليشيات الكرامة والداعم والسبتمبري المعروف، نقل عنهم هذا الكلام لمعرفته إن الأناضول يعني ذات مصداقية عالية. بصراحة هذا فيه رسالة لكل من مازال متمسك بمشروع حفترة الدولة، وأن راه حفتر هذا خلاص منتهي. على أي حال، تقريبا مازال عندنا مادة واحدة مخرج، صح؟ خلي نمشوا لهم، مازال زوز مواد على السريع لأن مازال عندنا 10 دقائق. عبد الرزاق العراض يقول: احتجاج السراج على إحاطة سلامة خطوة في الاتجاه الصحيح، ندعو الآن لعدم التعويل على ما يسمى المجتمع الدولي والبحث عن تحالفات دولية حقيقية والاعتماد على الذات في بسط السيطرة على كامل التراب الليبي وإنهاء حالة التمرد. هذه يا سيد عبد الرزاق تحتاج إلى أن السياسيين الليبيين لا يفكرون كل واحد في امتداد معين للأفكار اللي قاعدة في رأسه. بس هي رسالة مهمة مصطفى، وأنا أظن من يترجم هذه الرسالة زي ما نقول لك دائما هم أبطالنا في الجبهات، أبطال الجيش الليبي الموجودين على الجبهات اليوم، هم اللي يقدروا يترجموا هالكلام هذا إلى واقع فعلي، هم اللي يقدروا يلحقوا الهزيمة بميليشيات خليفة حفتر رغم ضعف الأداء السياسي وارتباط السياسيين بغسان سلامة. طبعا قبل ما نمشي للمادة الأخيرة، تذكير سريع بسؤال الحلقة اللي هو: ما هو تقييمكم لردود الفعل الرسمية حول إحاطة غسان سلامة الأخيرة أمام مجلس الأمن، وهل ستشاركون في مظاهرة الغد التي تطالب برحيل سلامة والتي دعا لها نشطاء مدنيين؟ نمشي لآخر مادة على سريع. حسام لوحاشي المدون المعروف يقول: حج البيت لمن استطاع إلى أسوار طرابلس سبيلا. أخونا حسام لوحاشي طبعا يسخر من ميليشيات خليفة حفتر اللي منهم يأتي إلى أسوار طرابلس ويقتل، يسمح له أو يكافأ بأن أهله يمشوا لحج البيت، فكأن حج البيت صار عندهم مرتبط بأسوار طرابلس مش بالبقاع المقدسة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أعلم أنا بصراحة شنو اللي بيه حفتر من أهل المنطقة الشرقية بالتحديد، والله وما معلش الذي مصطفى يجعل أهل المنطقة الشرقية إلى حد الآن ساكتين على دماء أبنائهم. هو هذا السؤال مصطفى، اللي يبي حفتر يبي نفوذ، يبي سلطة، يبي أي شيء، هذا مفهوم. أنا نقدر نتخيل أن أي إنسان يريد هذه الأشياء. الفكرة شين اللي يخلي الناس يبعثوا أبنائهم يموتوا أو يبعثوا أبنائهم للحرب في سبيل يعني رغبات خليفة حفتر شخصيا؟ عمر الهادي مباشرة للتعليقات: يا أسامة، يقول كل عام وأنتم بخير، أحياء ولكن يقول ربي ينصرنا. إبراهيم يقول: يا مصطفى، وقت اتصلت بالحدث خيرك ما بزت لهمش الشكارة كلها لأن اتصالك جي ضدك، إذا شفت الاتصال فأكيد شفت تسجيل المكالمة بالكامل، وأن هم سكروا علي الخط، والأمر
ليس بذاك الشيء الكبير. أم نبيل يقول أو تقول الله المستعان. ولد الزاوية يقول منورين ربي يحفظكم. ولد الزاوية أيضا يقول ليبيا حرة. سليمان محمد يقول ردود الفعل خجولة وبإمكان الحكومة طرده وعدم التعامل معه بعد هذه التصريحات الكاذبة وتقديم مذكرة للقضاء لحفظ ماء الوجه إذا كان لديهم وجوه ويمثلون الشعب الليبي. أما بخصوص الوقفة الاحتجاجية طبيعي وضروري الحضور. ردود الفعل خجولة مصطفى. قد لا أتفق كثيرا مع هذا لأن احنا رأينا أظن أول مرة نرى هذا الحجم من ردود الفعل حقيقة. أظن أن الخارجية ورئاسة الوزراء أو رئاسة مجلس الرئاسة غسان سلامة بمقدورهم أن يفعلوا أكثر من مجرد الاحتجاج، لكن بعض المؤسسات هي لا تملك إلا أن تحتج، خاصة إذا تحدثنا عن الأحزاب السياسية مثلا أو الشخصيات أو كذا. مجرد الاحتجاج بهذه الصورة هو أمر كافي في الواقع، لكن أصحاب القرار زي الخارجية وزي رئاسة الوزراء هذا في الواقع يفترض، أو رئيس المجلس الرئاسي يفترض أن يكون لهم دور أكثر من مجرد الاحتجاج. أنا بصراحة يعني أرى أن الموضوع سهل جدا جدا. سيد رئيس الحكومة كان يفترض مع تسليم رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة رسالة احتجاج، كان يفترض أن هو يعطي ملفه يقول أروح. لا، كان يفترض أن الرسالة هذه تكون موجهة للأمين العام للأمم المتحدة حتى يكون غسان سلامة مجبر على إحالتها للسكرتير، وبعد ذلك تقوم وزارة الخارجية الليبية بإحالة رسالة منها هي إلى الأمم المتحدة تطالب فيها بإنهاء خدمات غسان سلامة وتبين في الرسالة هذه كل التجاوزات اللي صنعها وكل الأكاذيب اللي وردت في إحاطاته، وأيضا توضح المشهد من زاويتها هي واللي هي زاوية الحقيقة ما يحدث فعلا في طرابلس. بالتالي هنا المجتمع الدولي خلاص يبدأ أمام الأمر الواقع، وصدقني لن يقبل المجتمع الدولي، ونتحدث عن دول بعينها زي أمريكا وبريطانيا وروسيا وفرنسا، أغلب الدول هذه العظمى اللي تملك حق الفيتو في مجلس الأمن، لن يغامروا بأن يكون دعمهم لخليفة حفتر مكشوف، لأن في الصراع الدولي دائما يستخدموا في نقاط الضعف ضد بعضهم، فهذا ما هوش من مصلحتهم. فبالتالي على طول حيتم تغيير غسان سلامة، لكن من سيأتي بعده وطريقة تعامله مع الملف الليبي مرهونة الآن يا أسامة بطريقة تعامل المسؤولين الليبيين مع غسان سلامة بعد الكذب الصريح في الإحاطة الأخيرة اللي دارها أمام مجلس الأمن الدولي. فإذا مرت بسلام، فإذا مرت بسلام على غسان سلامة وكان الجو مليح، صدقني مستحيل يعين واحد تاني غيره، حيقعد هو وحيمددوا له فترة البعثة متاعها زي ما داروا زمان للأخضر الإبراهيمي في سوريا. فالأمر مرهون الآن بردة الفعل، إلى أين ستقف؟ نعم، هو هذه الفكرة مصطفى. ردود الفعل الأولية هذا الاستنكار وهذا الاحتجاجات كانت جيدة في الواقع إلى حد ما، لكن لو وقفت عند هذا الاحتجاج مجرد الاستنكار وإحنا زعلانين منك يا غسان سلامة وماش تعودها، بصراحة هذا التصرف مش ذكي. كنت تتصل قبل ما تقول لي حاطة هذه يعني، لكن نعم لو تطورت إلى ما هو أكثر من ذلك ففي الواقع هذا هو المرجو والمأمول يعني. شكرا لك أسامة، شكرا لكل المشاهدين والمتابعين الكرام. أوكي تمام، معلش يطلع مازال 5 دقائق في وقت البرنامج. لا حول ولا قوة إلا بالله. مش عارف شو اللي خلاني نختم الحلقة. مكام يقول حاليا سلامة يقدم اعتذار لبشاغة عن إحاطته على موظف مركز الرقابة على الأغذية. مانيش عارف إذا فعلا غسان سلامة بعت رسالة اعتذار لوزارة الداخلية أم لا. علش تضحك؟ علش تضحك يا مصطفى؟ فوتها أسامة خلاص، تختم الحلقة في نصها. مانيش عارف، زي اللي سلم في التشهد الوسطي بالضبط برا. التعليقات يتحدث على أن غسان سلامة اعتذر لي مش مليح ما سلم في التشهد الوسطي. هو احنا حندير ستار إن شاء الله المدة الجاية. هم هذا زعلية أكثر منك بالمناسبة.
أنا استمر استمر أسامة كان سخدت 26 دقيقة عاد هلك دقيقة عاش تقول لي تو أعطيني فرصة ما أعطينيش فرصة. فيتحدث علينا غسان سلامة اعتذر لوزير الداخلية وهذه لحد الآن يعني لم نراها. هي رائعة جدا طبعا لو اعتذر لوزير الداخلية فأنا للأسف أنا ما طلعتش عليها هي لم تنشر لكن لو نشرت ولو وجدت فهي حاجة رائعة جدا. طيب هو تو يأكد لنا على المصدر يقول حاليا هو عاجل على قناة ليبيا الأحرار أن غسان سلامة يقدم اعتذار للسيد بشاغة لحطته على موظف أو على رئيس جهاز ممتاز مركز الهجرة. الرقابة لا مركز الرقابة على الأرضية والأدوية لأن أصلا هو كانت شكوى اعتقل بشكل رسمي تمام بإجراءات قانونية وكانت من أجهزة ضبطية قضائية وساوى بينها وبين اعتقال مش اعتقال اختطاف والاعتداء على النائب سهام سرقيوة. مخرج تقريبا وصلنا لختام الحلقة تمام. هذا يا أسامة ربما نستفيد منه في أنك أنت لما تكون صاحب موقف سياسي قوي كمسؤول وتكون تتكلم من منطق القوة ماش تضحك خليني جديات شوية يا رشد فهذا حيخلي أي طرف يتعامل معك بمنطق أنك أنت قوي يعني معاش بيهزى عليك زي ما نقوله. فالآن شفنا البيان اللي كان يعني شديد اللهجة من وزارة الداخلية بخصوص الكذب اللي احتوتها إحاطة غسان سلامة خلى غسان سلامة في موقف محرج اضطر معه أن هو يقدم اعتذار. رئاسة الأركان دارت أيضا بيان شديد اللهجة وطالبته بتبيين أسماء الإرهابيين اللي قالت يحارب معهم. فهل توقع أن غسان سلامة والله يفترض أنه إذا كان صح البيان شديد اللهجة يأثر فيه ويغير له مواقفه فهذا حاجة كويسة هذا سهل معناها هذا أمر مرهون برئاسة الأركان مرة أخرى. ماذا ستفعل إذا رفض غسان سلامة الإشارة لأسماء الإرهابيين والمطلوبين اللي تحدث عنهم واللي قاتلوا في صفوف حكومة الوفاق وطاح اللي يشبه لك شكله والله ما نعرف الحمد لله. ما هو المفروض معاش يقول لك برقب بتهلبة هيك أفضل توا على أي حال أنا من رأيي تخلي المخرج يختم خير ما تصير كارثة. لا لا تقريبا خلاص خلي نختمه. لا مخرج والله ما عاد فيها مش عارف شن بيصير بعدين. أنا أحسن حاجة أن ما عندكم شلوم أنتم في الجهة اللي من جهة الشاشة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. شكرا للمخرج اللي وجدني على أنني قبل بنختم الحلقة قبلها بخمس دقائق. شكرا للمصور اللي ناض مرتين يحسبني بنختم الحلقة. شكرا لك أسامة. دمتم في أمان الله. تصبحون على خير.